لقنا ما ادري هذا شو لقنا هذا ابو حسام ما في بداية صار المطالب يا حضور ما تدري على حضور
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نشوف أطباء العراق من مختلف المحافظات من الشمال إلى الجنوب يتجمعون أمام مبنى وزارة الصحة مطالبين بحقوقهم التي سلبت منهم وهي أبسط الحقوق التي تتوفر لأي طبيب في الدول المجاورة. بصراحة هذا الحراك هو ليس الأول من نوعه، حراكنا بدأ قبل سنة تقريبا من الآن بمجموعة من الحقوق كانت تتضمن إقرار قانون حماية الأطباء، تحويل الإعاشة التي تعتبر باب من أبواب الفساد وإحالتها إلى بدل نقدي ثابت، تقليص الإقامة الدورية إلى سنة واحدة كما معمول بها في الدول المجاورة. اليوم هناك مطالب جديدة أضيفت إلى حراكنا، منها تعيين الأطباء الخريجين اللي هم أكثر من 2400 طبيب. هؤلاء الأطباء يجلسون في بيوتهم لمدة 14 شهر مضت، في حين أن المستشفيات انشوفت تعاني من نقص حاد في أعداد الأطباء، يعني 4 طوابق أو 5 يديرها مقيم دوري واحد، والدولة عاجزة عن تعيين هؤلاء الأطباء خلال طيلة الفترة الماضية، بل أنها تحجب عنهم وثائق التخرج فتمنعهم من الهجرة ومن العمل بالقطاع الخاص وتعكف عن تعيينهم في القطاع العام. نعم، هناك خطوات تصعيدية قادمة بالتنسيق مع جميع الأطباء من المقيم الدوري إلى الأخصائي باتجاه التصعيد في حال لم تستجب الوزارة والحكومة إلى مطالب الأطباء، وسيكون هناك إعلان عن غياب جماعي ربما للأطباء وتعليق العمل في المستشفيات. مطالب هي بسيطة وهي حقوق منتزعة بصراحة وليست مطالب. الأطباء يعني كثرت الاعتداءات في الفترة الماضية، هناك طبيبة قد ضربت بالسكاكين، هناك طبيب اعتدي عليه بالرصاص في عيادة خاصة، هناك أطباء يتعرضون للضرب كل يوم تقريبا في مستشفيات عراقية. أول مطالب هو تنفيذ قانون حماية الأطباء. مطالبنا الأخرى تتمثل كما قلت بتحويل الإعاشة إلى بدل نقدي ثابت وهي باب من أبواب الفساد التي تسرق من قبل بعض الأحزاب، أيضا تزويد الأطباء بوثائقهم أو تعيينهم حاليا بالنظر لحاجة المستشفيات لهم. هذه هي أهم المطالب. هناك العديد من الأطباء استشهدوا أثناء أداء واجبهم في مواجهة فيروس كورونا، فاليوم إحنا نطالب الحكومة بتعيين هاي الدفعة الجديدة على المستشفيات لمساعدة المرضى لتقديم أكثر خدمة ممكنة، لأن هاي دفعة جديدة جاية بكل طاقتها على مود تحقق هذا الأمر. المطلب الثاني هو توفير الوثائق الطبية. إحنا حالياً كخريجين من كل السنين ما عندنا شيء يثبت إنه إحنا خريجي كلية طب، وبالتالي ما نقدر نعمل في القطاع الخاص أو حتى إذا أردنا عمل خارج العراق إحنا ما نقدر نشتغل لأنه الحكومة منعت عنا الوثائق. حجة الحكومة هو إنه البلد محتاج للأطباء،
في حين انه هم اذا فضلوا محتاجين اطباء كان عينوني مو عارفين نهج. طبعا احنا ورا المظاهره راح تصير مهله 48 ساعه، هاي خلال هاي المهله اذا ما تحققت المطالب راح نبدي باضراب تصعيد، يبدا بالاضراب الجزئي من يوم الثلاثاء، يتصاعد هذا الاضراب لمده يومين حتى يصل الى الاضراب العام. هذا طبعا الاضراب مو ممكن احد يشوفه هو ضد مصلحه المريض او مصلحه المواطن، بالعكس هذا التصعيد هو من اجل تقديم افضل خدمه ممكنه في القطاع الصحي. طبعا بالبدايه هاي المظاهرات هي فد حقوق بسيطه مطلوبه من قبل اطباء العراق بشكل عام، ان كان من المقيم وصولا الى الاخصائي، فهي مطالب حقه ومطالب بسيطه تبتدي من تعيين دفعه 2019 اللي عبر تقريبا سنه ونص حاليا على تخرجهم بدون تعيينات. هذه الدفعه مطلوب تعيينها من اجل السير بعمليه التدرج الطبي، عمليه التدرج الطبي المقيم يصعد للاقامه للتدرج، التدرج للاقامه القدمى وهكذا. احنا حاليا هذا الموضوع اللي هو سلم التدرج الطبي كله واقف. هناك مجموعه من الحقوق الثانيه اللي هي تشمل الاعاشه النقديه اللي تدفع الى مستثمرين يستثمر بهذه الاعاشه وياخذها من رواتب، تنقص من رواتب الاطباء، وهي حقيقه فد شيء مخجل. احنا نطالب هذا الموضوع ان يتحول الى فد دفع نقدي عن هذا الموضوع. ايضا سنه الاقامه اللي هن سنتين يفترض ان تختزل الى سنه واحده حتى تسهل من عمليه الدراسه من العمر اللي يمشي بحياه الطبيب اللي هو طبيب طويل تقريبا يوصل ل 35 والحياه تجري. بالاضافه للموضوع المهم اللي هو قانون حمايه الاطباء اللي حاليا نشوف العديد من الاطباء يتم الاعتداء عليهم وماكو فد قانون ممكن يحميهم، خاصه بالحكومه العراقيه المفروض اتباع القضاء، ولكن نلقى انه اغلب هاي المشاكل هي تنحل عن طريق الحلول العشائريه والحلول العرفيه اللي عندنا بمجتمعنا، والمفروض ان القضاء يتدخل بهذا الموضوع تنحط قوانين مثبته لهذا الشيء. والله صراحه ممكن تقول اكو يصير تسويف بعمليه التعيينات حاليا، ممكن تصير عمليه مماطله، ولكن احنا ما نعرف، ما تقدر توجه اللوم على جهه معينه، لان هذا الموضوع هو مطلوب حاليا خاصه بهاي الجائحه اللي نمر بها. الوضع الصحي كله متوقف، التدابير الصحيه كلها متوقفه، الوضع الصحي متدني بالعراق، اغلب الدول حاليا بلشت بمرحله التعافي من هذا الوباء، واحنا حاليا لحد الان نعاني منه ونسجل اصابات عاليه. الحكومه لازم توفر وتدعم المراكز الصحيه والمستشفيات بالاطباء اللي يقدرون يتقدمون بهاي العمليه ويحاربون هاي الجائحه القويه. بدايه الامر صارت مقابلات مع مجموعه من النواب مع نقابه الاطباء، حاولنا نوصل الى صيغه حلول، ولكن وصل الوضع الى انه حاليا ما عندنا غير هذا الحل، انه نوقف هنا ونطالب بحقوقنا، لان نشوف اكو تسويف واكو تاخر دا يصير بهاي العمليه اللي هي عمليه التعيين حاليا، فلذلك هذا الحل الوحيد اللي بقى بدينا. هذه الوقفه تمثل خريجي الاطباء دفعه 2019 من كافه الكليات العراقيه، بالاضافه للمقيمين من المستشفيات. هذه الوقفه سببها كثير من الامور، اهمها هي عدم تعيين دفعه 2019 وخرق قانون التدرج الطبي. كما تعلم بأن الأطباء لديهم تدرج طبي وهي تعتبر سلسلة وظيفية مهمة، إن تم خرقها من جهة معينة فسوف تتوقف هذه السلسلة بشكل كامل. خرجنا اليوم هذه المظاهرات بوجود النقابة وبوجود الأخوة والأخوات جميعا من أجل الضغط على الحكومة بالإسراء بإجراء المباشرة، رغم أن الأطباء تم استثناءهم من موضوع عدم إقرار الموازنة لسنة 2020 مرتين، ولكن إلى الآن لم نجد حلول ملموسة ولم نجد تطبيق لهذا القرار. نناشد دولة رئيس مجلس الوزراء بالإسراء بتنفيذ هذا القرار، وأيضا الإسراء بتنفيذ بقية المطالب التي تتضمن أهمها قانون حماية الأطباء. كما تعلم هناك الكثير من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تطال الأطباء في كافة المستشفيات بكافة العناوين الوظيفية من مقيم دوري إلى أخصائيين، وخير ما حدث آخر حادثين في النجف الأشرف تم الاعتداء على 2 من الأطباء الذين يعتبرون من الأطباء الأكفاء في هذه المحافظة. بصراحة هناك الكثير من الجهات التي تقف وراء تهميش الكوادر الطبية، أهمها أنه بسبب عدم إقرار الموازنة هناك الكثير من الخريجين وهناك الكثير من الكليات الأهلية التي تم افتتاحها بطريقة غير مدروسة، مما أدى إلى تضخم كبير في عدد الخريجين. نناشد الجهات المعنية بوضع حد لهذا الموضوع، وأيضا انصاف الخريجين جميعا وبحلول عاجلة، وبالأخص الأطباء. كما تعلم بأن الأطباء هم روح
المؤسسة الصحية العراقية، فإن هم مش دور الطبيب معناته هيبة الدولة العراقية راح تروح. هناك خطوات تصعيدية بعد 48 ساعة من هذه الوقفة، ألا وهي الأضراب الشامل في جميع المستشفيات العراقية وتعليق العمل، بالإضافة إلى يعني دور النقابة الساند والضاغط على الحكومة أيضا من أجل الخروج بحل هذه الأزمة اللي صار لها فترة طويلة. حقيقة اليوم احنا أطباء العراق يواجهون مشاكل كثيرة، أهم مشكلة هي مشكلة الاعتداءات، والمشكلة الثانية هي النقص الحاد في عدد الأطباء المقيمين والأخصائيين. يعني احنا منذ سنتين والأطباء المقيمين لم يباشرون في دوائر الصحة، وهذا ينعكس سلبا على أداء المؤسسات الصحية، والعراق في ظل جائحة كورونا الآن يعاني من نقص شديد في عدد الأطباء. أعتقد هاي مو أول وقفة، هاي الوقفة الثانية، وتظاهرات موجودة ومستمرة. التظاهر عبارة عن حق دستوري لكل المجتمع سواء أطباء وغير شرائح. الأطباء عندهم مشاكل عديدة، خصوصا الأطباء جداً عندهم مشاكل بالتعيينات، عندهم مشاكل بالوثائق، عندهم مشاكل وضعهم الاقتصادي، وعندهم مشاكل داخل المستشفيات، وعندهم يعني وضعهم غير مبشر او وضعهم غير مطمئن. على العموم اكو وضع ثاني اللي هو الاعتداءات على المستشفيات، اعتداء الكوادر الصحيه. مشكله الاعتداءات خصوصا بالوقت القريب صارت بكثره، اخرها ما صار بالنجف والتجاوز على الطبيب واعتداء عليه بالضرب والبسط، وهي يعني لا وزارة الصحة ولا الحكومة تقبلها ولا حتى المجتمع، المفروض المجتمع العراقي المفروض يرفضها. لذلك طلعوا الأطباء مظاهرين على عدة مطالب، واحدة من عدهن إن المشاكل مشاكل الأطباء جدا، وأيضا الاعتداءات على الأطباء. نتمنى إنه تتحقق كل مطالب، نتمنى إنه أكو أذان صاغية تسمع بيهم وتلتقي بيهم وتشوف هذا الواقع مالتهم وتحل مشاكلهم، سواء مشاكلهم ضمنة بال يعني مشمولة بالداخل العمل مالتهم أو مشاكلهم الأخرى. أتمنى لهم التوفيق، وأتمنى أنه أطلب أنه الاستمرار بالتظاهر والتوفيق بهم إن شاء الله. طبعا هذه الوقفة والمظاهرة الثانية خلال هذه السنة، مع الأسف الشديد بعد أن كنا نطلع مظاهرات للمطالبة بتطوير الواقع الصحي وتأهيل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية وما إلى ذلك المطالب المشروعة والطبيعية، الآن وصلنا مرحلة نطالب بمطالب بسيطة، ومن المخجل والمؤسف أن طبيب واقف بهذا الحار وبهذه الشمس يطالب بها، ألا وهي تعيين الدفعة الجديدة للأطباء المتخرجين. طبعا كل دول العالم سارعت إلى تعيين الطبقة المتخرجة من الأطباء لسد النقص الحاصل بسبب جائحة كورونا. العراق بالعكس، يعني بعض الدول إذا نذكر وصلوا إلى الطلبة في المراحل الأخيرة من كليات الطب، استعانوا بخبراتهم حتى ينقذون هذا الواقع ويطلعون من هذه الأزمة. احنا على العكس، كوادر 2400 طبيب متخرج قاعد بالبيت بعد مرور سنة ونص، طبعا هذا عنده معلومات طبية بحاجة الآن يمارسها داخل مستشفى، إبقائه في البيت بعيدا عن أسوار المستشفى هم سبب لنقص في ردهات العزل وفي ردهات الطوارئ، وبنفس الوقت جاي يسبب خلل بمعلوماتهم الطبية. لذلك مطالباتنا ومظاهرتنا هذه على مطلب أساسي، وهو تعيين الدفعة الجديدة حتى تساندنا. الأطباء الآن ينزفون في ردهات العزل ساعات إضافية، وحقيقة الجهد بعد ما عاد يحتمل، الأطباء بعد ما يتحملون، وراء هاي الخطوة أكو خطوات تصعيدية أخرى راح تكون أكثر شدة. أما هذه الخطوات نتمنى، وأنا رجائي كطبيب إلى وزارة الصحة وإلى السيد رئيس الوزراء، أن ما تجبر الأطباء يوصلون إلى هذه الخطوات، لأن راح تكون هذه خطوات مؤذية وشديدة والكل ما راح يوافق عليها. حقيقة كخطوات تصعيدية يعني المقيمين والأطباء وصلوا مرحلة يعني خلينا نقول فقدوا التحمل بسبب الساعات والإجهاد وتوقف نظام التدرج الطبي. فأي خطوة راح تصير في هذا الصدد على الوزارة أن ما تعتب على الأطباء، لأن سبق وأن ناشدنا مرة واثنين وثلاثة، وتم إيصال بيانات شجب واستنكار ومطالبات، لكن من دون أي نتيجة. فالخطوات التصعيدية محتمل جدا أن تتم خلال 48 ساعة إذا ما تمت الاستجابة إلى هاي المطالب البسيطة والحقة، وهي تعيين الدفعة الجديدة وإمضاء قانون التدرج الطبي. حقيقة يعني عدة ممثلين من عندنا التقوا بعدة شخصيات مسؤولة بالوزارة، والردود غالبا متشابهة إنه هذا الأمر مو بيدنا، وهذا الأمر يم سلطة أخرى، هذا أمر يم المالية، هذا يم رئاسة الوزراء. والحقيقة أنا ما يهمنا، إحنا كأطباء مقيمين أنا ما يهمني المسؤولية يم منه، أنا اللي يهمني أني أحتاج طبيب يوقف وياي بالطوارئ، يلزم عني واجب ويلزم وياي، بقى من المسؤول واحد يشمرنا على الثاني. الوزارة تقول لك المالية، المالية يقول لك الوزارة، والنتيجة يم منه ما نعرف. اجتمع اليوم أطباء العراق في تظاهرة السادس من أيلول. الهدف من هذه التظاهرة هو رفع الظلم
عن أطباء العراق وما يتعرضوا له من ظلم من خلال هذه الدولة. قامت حكومات متعاقبة بإقرار قانون حماية الأطباء، لكن هذا القانون لم يأخذ حي التنفيذ ولم يطبق لحد اللحظة. نشاهد اعتداءات على الكوادر الطبية وعلى الجيش الأبيض في جميع المؤسسات الحكومية ودون وازع ودون أخذ حق الطبيب. من هنا يجب أن نذكر أن حماية الكوادر الطبية هو حق الطبيب، كذلك هو من واجب الدولة، كذلك هو من واجب الدولة. اجتمعنا أيضا لرفع الحيف عن زملائنا الأطباء من خريجي دفعة 2019، حيث مضى سنة وأربعة أشهر لحد الآن لم يتم تعيينهم من قبل الدولة، برغم من استثناءهم من قرار بقرار من مجلس الوزراء، لكن وزارة الصحة ووزارة المالية الوزارتين تتماطل بتعيينهم. أمهلنا حاليا وزارة الصحة مدة 48 ساعة لغرض إقرار إصدار الأوامر الوزارية بتعيينهم. ملف شائك أيضا هو ملف الإعاشة. الطبيب يتعرض إلى ظلم كبير من خلال اقتطاع مبالغ من الرواتب بهدف توفير الإعاشة. هذه المبالغ حاليا تذهب إلى مقاولين وإلى مافيات الفساد. نتمنى حل هذا الموضوع وتكون على شكل ملف بدل نقدي ثابت يتم توفيره بنهاية الشهر. كذلك الموضوع بالنسبة للأطباء الزملاء الاختصاص، موضوع الضريبة والحيف الذي يفرض على الطبيب. ضريبة المهنة هي ضريبة فرضت على الطبيب وكانت ألغاها النظام السابق، لكن الحكومة أعادتها، حكومات متعاقبة أعادتها، وفيها حيف كبير وأيضا فيها ظلم للطبيب من خلال عدم تحديدها بسقوف مناسبة للوضع الراهن. ستكون هناك خطوات تصعيدية بما فيها الإضراب العام تضامنا مع الأطباء الزملاء الجدد، كذلك تضامنا مع الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم بمؤسسات حكومية ولم يتم أخذ حقهم من قبل سواء بالمحافظات أو بالمركز. اليوم خرجنا نحن أطباء الشباب وبدعم نقابة الأطباء ممثلين عن كافة أطباء العراق، مطالبين بالتغيير الجذري وبرفض القرارات المتخبطة اللي تصير من قبل وزارة الصحة ومن قبل الكادر المتقدم بالوزارة، وأهم قرار بها هو قرار التدرج الطبي صار تخبط به عن نتيجة تأخير تعيين الدفعة الأخيرة واللي نتج عنها تأخير بالدفعات اللي هي من 2015 لحد يعني 2015-2016 وما بعدها، بالإضافة إلى المطالبة بتفعيل قانون حماية الأطباء. الأطباء بالطوارئ يعتدون عليهم بدون أي حماية، الـFBS يتفرج عليهم بدون أي رادع، بعد ذلك ماكو أي قانون أو حماية إليك، مجرد تصير شغلة عشائر ويصير ضغط عليك تعال تنازل عنهم. بالإضافة إلى الدعم المعنوي والمادي للأطباء من خلال من بدأت جائحة كورونا لي هسه، حتى مسألة المستلزمات الشخصية، مستلزمات الطبية، الفيس شيلد، الكمامة، تيجي بعض الأحيان إنه تشتريها على حسابك الخاص. فوقفنا هذا اليوم بمشاركة إخواننا الأطباء لرفض هاي القرارات المتخبطة، نطالب بتفعيل قانون التدرج الطبي بأسرع وقت. خلال يومين إلى 3 أيام في حال عدم الاستجابة سيكون هناك غياب جماعي، سيكون تدريجي. الغياب الأول راح يكون عن الردهات والأمور الغير حرجة للاستشاريات، بعدها في حال عدم الاستجابة راح يتم الانسحاب من الطوارئ وغيرها. طبعا هاي الوقفة عدة مجموعات من الأطباء، منهم الأطباء الخريجين الجدد اللي هم دفعة 2018-2019، إضافة لأطباء المقيمين، إضافة لأخصائيين ومجموعة الاختصاصات. طبعا هاي الوقفة يعني عدة مطالب احنا صراحة أصواتنا صدحت بيها لفترة كلش طويلة، يعني مو هسه جاي نطلع المطالب هاي، احنا قبل فترة قبل ما تصير مظاهرات 2019 ولحد الآن. يعني من أهم المطالب صراحة اللي طالعين عليها هي أول شيء تعيين دفعة 2019 اللي لحد الآن المفروض صار 6 أشهر من متعينين، ومثل ما تعرفون طبعا المستشفيات بحاجة كلش شديدة للأطباء ولتعيين الأطباء الجدد ولرفض المستشفيات بالأطباء. إضافة للنقطة الثانية هي منح الوثائق، طبعا الوثائق هاي معضلة صار نحكي بيها كومة،
الطبيب الوحيد اللي يتخرج ورا 7 سنين يلا يحصل الوثيقه مالته بدون اي سبب، بدون اي سبب مقنع. وطبعا ايضا من مطالب الخريجين هي تحويل يعني باب من ابواب الفساد اللي هي الاعاشه، جاي صار بيها فساد ولحد الان مستمر بيها الفساد، وهذا صار فتره، وهي مو بس يعني بوزارتنا وزاره الصحه، عده وزارات. فاحنا يعني نتمنى انه هذا الباب هم ينسد من ابواب الفساد بالنسبه للاعاشه وتتحول الى بدل نقدي. يعني هاي ان شاء الله من اهم المطالب اللي خارجين عليها الاطباء، سواء المتخرجين او سواء المتعينين اللي هم الاكيوت والكرونيك، اضافه للاخصائيين. وطبعا حمايه الاطباء ايضا من اهم الامور اللي طالعين عليها، لانه يعني الحوادث اللي جايه تصير اخيرها من الاعتداء على مدير مستشفى النجف، وقبل الاطباء على طبيب اعتدوا عليه بعيادته. طبعا هاي مستمره الاحداث، يعني حدث ورا حدث، كل شهر او شهرين هي ما تخلو من ضرب طبيب او التجاوز على طبيب سواء لفظيا او جسديا، وهاي السلسله مستمره. طبعا ما لها اي حاجز ولا احد جاي يوقفها. فاحنا يعني نطالب يعني رئاسه الوزراء بالبدايه ووزير الصحه التدخل والمعنيين على مود يوقفون الاعتداءات المستمره اللي جايه تصير على الاطباء، وهي سبب طبعا من اسباب تهجير الاطباء وهجرتهم. هاي المظاهره اليوم شارك فيها مختلف اصناف الاطباء اللي راح يتبعها تصعيد في الايام او الساعات القليله القادمه في حال عدم تحقق المطالب. هذه المطالب هي اول شيء الاسراع في تعيين الاطباء، اللي عندنا 2300 طبيب قاعدين بالبيت على الرغم من الظروف الصحيه الخطره اللي يمر بها البلد. البلد يعاني من نقص في الاطباء قبل ان تبدا ازمه كورونا اصلا، ثم اجت ازمه كورونا وانصاب عدد من الاطباء وانفتحت عدد من المستشفيات الميدانيه، فصار الطبيب يتنسب من مستشفى بها نقص الى مستشفى جديد كليا. هذا الشيء ترتب عليه عده مضاعفات، اهمها ضعف الخدمه المقدمه للمواطن، لان صار الطبيب مثلا يلزم خفار 12 او 14 ساعه في مستشفى بها 3 طوابق او اكثر، فاذا عنده مريض تعبان في احد الرادهات راح يشغله عن الباقين. تبع هذه الاحداث اصلا حاله 3600 طبيب على التقاعد، كان يقدر يعين هاي الدفعه بدل عنهم من درجات حذف او الاستحداث او حتى عقود. المطلب الثاني هو جعل الاقامه الدوريه سنه واحده. طبعا كل يعرف مسيره الطبيب بالعراق اول شيء دراسه 6 سنوات حتى تصير بكالوريوس، بعدين اقامه دوريه سنتين، تدرج سنه، اقامه قدمه سنه، ثم تقدم على اختصاص 5 إلى 6 سنوات. هذه جاي تنضاف لها حلقات زايده ما بيها داعي، اقرانك بغير دول يوصلون يحصل اختصاص وانت بعدك، يعني بغير دول اقامه دوريه سنه، اقامه قدمه تقدم على اختصاصات يعني خلال سنتين، بينما احنا خلال سنه ونص صار بعدنا نتظاهر بالشمس جاي ندور تعيين. المطلب الثالث اللي متفق عليه كل الاطباء هو تحويل العاشه الى بدل نقدي. وزاره الصحه تقول انا اصرف مليارات على عاشه، بينما هاي العاشه اذا توصل للطبيب ما تصلح للاكل البشري، فانت اذا تقول انا اصرف هاي المبالغ بدل ما تصرفها انطيها بدل نقدي ثابت. والمطلب الرابع هو اطلاق وثائق الاطباء، لان كلنا نعرف بالتعليم بالعراق مجاني، بس الحقيقه انه وثائق الاطباء محجوبه من سنين. والمطلب الخامس هو قانون حمايه الاطباء اللي يضمن سلامه الطبيب وسلامه المريض. شنو
شو علاقكم قوي؟ شنو السالفه؟ غير انتم ما تعينون الناس؟ استقطع. طبعا حسب قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 انه قانون مضمون بالدستور انه الطبيب بعد تخرجه له حق بالتعيين المركزي. كانت يعني قبل الفترات السابقة انه اقصى حد انه يوصل 4 أشهر طبيب يتعين، احنا صارنا تقريبا سنة و3 أشهر قاعدين بدون تعيين، بالاضافة الى انه تعرفون الوضع الصحي بالعراق، جائحة كورونا وصار يعني اعداد شهداء عندنا بالاطباء، بالاضافه الى نقص حاد بالكادر الطبي. فاحنا طالبنا من الشهر السادس لحد الان، وكل ساعه يوعدون المسؤولين والوزاره يعني الشخصيات ذات العلاقه، وتواصلنا ويا هواي شخصيات بالدوله العراقيه، لكن للاسف كلها وعود كاذبه وتسويف الحقائق. بالنسبه لنا احنا كخريجين احنا ما عندنا دوام، بس اكو تنسيقيه ويا المقيمين الدوريين. المقيمين الدوريين ايضا هو عندهم مجموعه مطالب من ضمنها هي تعييننا، بالاضافه الى حقوق اخرى يعني منها حمايه الاطباء، قانون حمايه الاطباء، قانون الاعاشه، يعني قوانين اخرى، قانون التدرج. فيعني صار انه اتفاق بالايام المقبله اذا ما استجابوا لمطالبنا راح يصير اضراب جزئي في بدايه الامر، اضراب جزئي لمده اسبوع، واذا ما استجابوا واستمر التسويف راح يصير اضراب كلي يعني بالتنسيق بين المحافظات. احنا كاطباء خريجين يعني ما يتجاوز عددنا 2500 طبيب بالعراق، بالاضافه اكو اطباء يعني يردون وثائق او شيء الى اخره، يعني محصله ما يتجاوز ال 2000 طبيب. كتخصيصات ماليه ما راح تكلف الدوله يعني تعرف تراتب الطبيب تقريبا 850,000، فما راح تكلف الدوله العراقيه ذاك المبلغ الكبير. بس للاسف يعني نشوف يعني تسويف يعني بدون سبب يعني مقنع للاطباء. احنا اليوم اطباء دفعه 2019، دفعه 18 17 16 قررنا نوقف مظاهرات بسبب الواقع الصحي بوزارة الصحة. تعرف انت الطبيب اكو قانون التدرج الطبي اللي هو اذا دفعة جديدة بس تعين ما راح يندفع القانون، يعني الدفعة اللي قبلنا ما راح تتحول من اكيوت الى كرونيك، ومن كرونيك الى تدرج، ومن تدرج الى مقيم اقدم. فلهذا السبب احنا قررنا نوقف نتظاهر نطالب هذا الشيء. اول شيء دفعة 2019، احنا اطباء متخرجين بشهر الثامن 2019 لحد هسه الشهر التاسع بعد ما متعينين. كل دول العالم الطبيب ورا سنة يطب اختصاص يدرس اختصاص، احنا هنا بالعراق تاخر سنة ونتعين وراها 4 سنوات يلا يحق لنا ندرس اختصاص، فالمشوار يخلص 10 سنوات، اذا واحد يطلع برا يخلص 6 سنوات. مع الاسف هم يجبرون الطبيب العراقي يطلع خارج العراق ويعوف بلده ويعوف وطنه. هاي نقطه رقم واحد. نقطه رقم اثنين، المستشفيات دي يداومون المفروض اكو اعاشه طبيه، الاعاشه الطبيه دي يجهزون بطعام يعني ما يطلق عليه اصلا طعام، وما يعطوهم اي بدل اعاشه بمكانه، وهذا الشيء جدا يعني كله يصير بوق وياخذ كله لهم. هاي نقطه. النقطه الثالثه قانون حمايه الاطباء. الاطباء يوميا نشوف احنا بالسوشيال ميديا يوميا طبيب مضروب طبيب مبسوط، زين على اساس الطبيب شلون بعد الى واحد يسوي خدمته اذا هو يخاف على روحه اصلا اساسا؟ هاي اهم 3 أشياء احنا طالعين عليها هذا اليوم، وان شاء الله نحقق مطالبنا. مثل ما تعرفون هاي الجموع اليوم واقفه قدام مقر وزاره الصحه ببغداد باب المعظم، احتجاج يعني مطالب هوايه. يعني بالنسبه للخريجين جماعه 2019 الوضع هسه بامس الحاجه انه ما حد يعين، باكر عقبه بعد ما حد يباع علينا. هاي بالنسبه للخريجين. المطالب الاخرى تنفيذ قانون حمايه الاطباء، يعني تشوفون الاعتداءات ذاك اليوم صارت على مدير مستشفى النجف، الاعتداء بسرعه مع الكوادر الصحيه والكوادر الطبيه. هذا الموضوع الثاني.
يعني اليوم وقفه انه املا انه ننتظر احد ينزل احد يسمع هذا الكلام احد يحقق مطالب هاي الجموع الواقفه. فقلت لك هذا الشغله الاساسيه اللي جايين بها اليوم احنا كالمتعينين يعني المقيمين الدوريين اللي لسه موجودين حيقومون بالاضراب لحين تحقيق مطالبهم، واللي بعدهم متعينين اكيد حصل مظاهرات اكبر يصير تحشيد اكثر لحين تحقيق مطالب المتظاهرين. يعني انت مثل ما تعرف نزل قانون استثناء الاطباء 2000 طبيب، احنا كنا بس 2000 طبيب، نزل قانون الاستثناء لتعيينهم. بس يعني الزملاء جماعه المهن الصحيه والبقيه صارت هم ضجة إعلامية وصارت اشتغلت التليفونات والواسطات والأحزاب حسب ما سمعنا أكيد لهذا السبب وقفوا تعيينه. يعني هم يقولون لهم احنا حنعين الأطباء وبعدين حتتعينون انتوا أول تالي، بس احنا هسه بحاجة للأطباء. يعني هي احنا بزمن جائحة كورونا يعني الأطباء أكثر ناس محتاجين، فلهذا الموضوع يعني نقول زملائنا أو المهن الصحية هم اللي همشوا مواضيع الأطباء بسرعة. احنا اليوم ان شاء الله متواجدين هنا قدام وزارة الصحة، هاي الجموع الغفيرة اللي تشوفوها من كل يعني محافظات العراق الأطباء اللي موجودين، هي وقفة تعبيرية عن مطالبنا كأطباء، انه يعني المطالبات هي كثيرة صراحة، بس يعني احنا نحس انه صار غبن وما نريد يعني نخسر انه سنة من عمرنا. ويعني تعرف حضرتك انت يعني المجال الطبي فيه يعني وقت هواي طويل، فما نريد يعني احنا نخسر هاي السنوات من عمرنا. احنا عندنا يعني ورا هاي المظاهره حيصير اضراب اذا ما تحققت المطالب، لان احنا مو بس احنا اللي متضررين، الدفعه اللي ما متعينه، احنا عندنا اطباء دفعات باقيه يعني مقيمين دوريين او مقيمين اقدمين او مقيمين تدرج همين متاذين من هاي الوضعيه، لان هم بالتالي ايضا سنوات يخسرون من حياتهم. اليوم ما ابرز المطالب اللي يطالبون بها اليوم مثل ما يعني زملائي ذكروا همين هي ان اول شيء التعيين حتى تمشي عجله التدرج الطبي زين، او بدل الاعاشه انه يكون راتب، وقانون حمايه الاطباء. اليوم مثل ما تشوفون حضراتكم مظاهره للاطباء، هاي المظاهره للحكومه وللشعب، هذا على مود مبين مطالب الاطباء. احنا مطالب الاطباء هي مطالب مشروعه وهي من ضمن قانون الطب العراقي او القانون العراقي بصوره عامه. مثل ما تشوفون حضراتكم اذا الكاميرا شوفتكم المتظاهرين موجودين والمطالب اللي هي موجوده، اول مطلب هو قانون التدرج الطبي لسنه 2000. الطبيب العراقي لما يتخرج من كليه الطب المفروض انه يتعين بالمستشفيات كاقامه دوريه، بالاضافه لهذا بسبب كورونا ووضع الموازنه تاخرت هاي المساله. بالاضافه الى هذه المساله عندنا قانون حمايه الاطباء، هو قانون مشرع من القضاء العراقي ولكن لم يطبق. الطبيب العراقي الان بالمستشفيات يتعرض للاعتداءات والاعتداءات سواء اللفظيه او الجسديه، وهذا كله ياثر على شغل الطبيب. لما حياثر على شغل الطبيب حياثر على خدمته للمواطن. عندنا هواي اختصاصات حاليا تعتبر اختصاصات خطره بسبب انه المواطنين عندما لانه هي اختصاص خطر بمضاعفات كثيره حتى في دول العالم، هذه الاختصاصات صارت شحيحه بنسبه بسبب انه العملية انه الاعتداءات على الاطباء اللي تصير كاخصائيين وكمقيمين دوريين. هذا لازم يعني انه حسب قانون العراقي يجب ان يكون هناك حماية للطبيب، ولكن مثل ما سامعين حضراتكم انه هواي اكو اعتداءات تصير على الاطباء سواء في المستشفيات في المقيمين دوريين وسواء للاخصائيين وحتى في العيادات الخاصة، وهذا كله حيأثر على عمل الاطباء اللي هو اصلا في خدمة المواطن. وبالاضافة الى مطالب اخرى، لكن هذه اهم المطالب اللي يطالب بها حاليا، فاحنا هنا للحكومه وبالاضافه الى ان الشعب يعي انه الطبيب غير مسؤول عن سوء الخدمات بالمستشفى. الطبيب غير مسؤول، اكيد الطبيب غير مسؤول عن سوء الخدمات بالمستشفى، والبنى التحتيه للمستشفى الطبيب غير مسؤول عنها، هذا الاهم انه يشوفه. اليوم
اليوم اخرين اطباء العراق كافه الاختصاصات من مقيمين ومحصلين مقيمين دوريين وتدرج للمطالبه بالحقوق او بالاحرى الحد الادنى من الحقوق اللي واجب على الوزاره او على الدوله ان تطيح الاطباء. احنا اطباء صراحه بالفترات يعني صار لنا عده سنين حقوقنا يعني مسلوبه. هاي المظاهرات صراحه طلعت مو نتيجه يوم او يومين او هاي نتيجه تراكمات قديمه تراكمات سنين. هاي التراكمات ولدت عند الاطباء ثوره. الثوره لازم توجهها للدوله، الدوله توفر لنا الحقوق اللي خلينا نقول حد الادنى من الحقوق. يمكن اكثركم سمع او حتى انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي الاعتداءات اللي تصير على الاطباء. مثلا طبيب، مدير مؤسسه صحيه، مدير مستشفى وبائيه ينضرب بحيث يعني يوصل لمرحله انهم يبدون يقتلوه. طبيبه دام مستشفى كذلك، مستشفى الهاشميه هم كذلك اعتدوا عليها وهذا هم ضربوا سكينه على وجهها وظهرها وهم كانت اعتبار قتل. شنو اللي قدمته الدولة لحماية هؤلاء الأطباء؟ شنو اللي راح تقدمه مستقبلا؟ صراحة شيء مصير مجهول ما عرفنا. القانون القضية الثانية هي قانون التدرج الطبي اللي حاليا متوقف صار له أكثر من 6 شهور. قانون التدرج الطبي احنا الأطباء ملزمين بقانون تدرج طبي. يعني الدفعة اللي تعينت مثلا العام السنة مجبرة انه تنتقل مرحلة انتقالية ثانية وقام قدمة او تدرج او قام دورية تدرج قام قدمة. الدفعة اللي ما متعينة يجب ان تعين حتى يمشي سير تدرج الطبي. صراحة الوقفة اليوم هي مو حديثة، يعني مو وقفة وليدة اليوم، هاي وقفة من ضمن وقفات مستمرة. يعني احنا سبق وان وقفنا هاي الوقفة بالضبط العام هيك وقت من شهر 9. يعني المطالب صراحة هي واضحة اصبحت للجميع، منها قانون حماية الاطباء ومنها توفير الادوية والمستلزمات خصوصا الأدوية المنقذة للحياة. صراحة احنا نفتقرها، يعني بكل أقسام المستشفيات هذه الأدوية ما موجودة، يضطر المريض يطلع يجيبها أثناء الدوام الرسمي أثناء الليل. يعني هذه تكون معضلة إن كلش كبيرة، أدوية ما متوفرة، احنا نكون يعني نكون بمأزق كلش كبير إنه هاي الأدوية ما متوفرة، بالاضافه الى يعني نكون عرضه الى اعتداء المواطنين اللي هم طبعا اصبحوا بحاله جزع نتيجه الحكومات اللي متعاقبه الفاشله والاداره الفاشله سواء اداره وزاره الصحه او الوزارات الباقيه. بس احنا نتامل من هاي الوقفات انه عسى ولعل نلقي صيغه حل حتى ننقذ هالواقع المزري الصحي. يعني صراحه احنا بدنا نمشي بخطة ثابتة إن شاء الله، التصعيد مستمر، والخطوة الجاية إن شاء الله راح تكون الإضراب العام في جميع مستشفيات العراق وخصوصا يعني مستشفيات المراكز بالتحديد راح يكون بها إضراب مبرمج يعني وفق آلية معينة بحيث ما تضر بالمواطن أو المريض بصورة عامة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هاي الوقفة وقفها أطباء العراق في عموم العراق هي تمثل المطالبة أو الاحتجاج بالمطالبة بحقوق الأطباء كافة، من حماية الأطباء ومن توفير المستلزمات الضرورية للمستشفيات وتحسين الواقع الصحي في المستشفيات بسبب ما يعانيه الطبيب العراقي من الظلم والتهديد، في حين أنه ليس المقصر الأساسي، بل المقصر الأساسي يجب أن تكون هنالك أمور إدارية يجب أن تدير بها المستشفيات، وأيضا المطالبة بتقليل عدد سنوات الإقامة الدورية واحتساب سنة واحدة، وأيضا تعيين الدفعة الجديدة دفعة عام 2019 من أجل تحريك عجلة التدرج الطبي في العراق. نحن لم نحدد أو لم نخصص جهة معينة، لأن الطبيب العراقي مهمش. نحن نطالب من المجتمع أن يقف معنا من أجل إنصافنا، من أجل إنصاف مستشفياتنا.
من أجل إنصاف واقع صحي، من أجل إنصاف عامل الأدوية الذي لم يتوفر في المستشفيات يقع على كاهل الطبيب، والطبيب ليس بيده أي شيء، علما أن الطبيب يشتري من ماله الخاص هنالك العديد من الأدوية، يشتري من ماله الخاص عدته الوقائية. يجب على المجتمع أن يقف مع الطبيب للمطالبة بالجهات الحكومية لإنصافه. السيد رئيس الجمهورية المحترم، السيد رئيس الوزراء المحترم، السيد رئيس مجلس النواب المحترم، أبناء شعبنا الكريم، فنحن أبناءكم الشباب من الجيش الأبيض الذي صار أحمراً شدة ما تساقط منا من الشهداء والمصابين، فبلغ عدد الشهداء 50 طبيباً والمصابين أكثر من 2000 طبيب، وتركنا وحيدين في مواجهة الوباء كجندي بلا سلاح في معركة ضروس، حتى أصبحت الكمامة شحيحة على الطبيب المقيم. خاطبنا الحكومة السابقة قبل سنة من الآن على حقوقنا المسلوبة والتي كانت ستساهم في توفير بيئة آمنة وحياة كريمة للطبيب تجعله لائقاً بتقديم أفضل عناية طبية للمريض، ثم خاطبناكم آملين وراجين بمد يد العون، فكان الجواب بتأخير تعيين 2500 طبيب لأكثر من 1.5 سنة، والذين كانوا سيساهمون في إنقاذ شعبنا من هذا الوباء لو تم تعيينهم قبل الآن. إن النقص الكبير في أعداد الأطباء ومع افتتاح مستشفيات العزل
أثر على تقديم الخدمة الصحية للناس، فليس من المعقول أن يكون الطبيب المقيم مسؤولاً عن 200 مريض في وقت واحد ويلام في نفس الوقت عن سوء الخدمة الصحية أو ساعات العمل الطويلة التي تصل إلى 18 ساعة يومياً. إن بلدان العالم تتسابق في دعم نظامها الصحي وتطوير أسسها العلمية ونحن تحجب عنا وثائقنا بلا مبرر، فمنعوا عنا اكتساب الخبرات لخدمة الناس. وعندما تدخل دولة رئيس الوزراء المحترم وتم تعديل قانون حجب الوثائق والأمر المباشر بتعيين الدفعة الحالية، تم الالتفاف على هذه القرارات الصريحة، وإلى الآن لم تنفذ أوامر السيد رئيس مجلس الوزراء بسبب الطريقة الروتينية لعمل دوائر الدولة العراقية. إن إعاشة الأطباء أكبر ملف فساد في وزارة الصحة. هذا ما قاله وزير الصحة السابق الدكتور علاء العلوان، ولا زال هذا الملف يدار بطريقة غير سليمة على الرغم من مطالباتنا المتكررة لحسم هذا الموضوع والكف عن سرقتنا في قوتنا ولا من مجيب. يفرض علينا نظام تدرج طبي متأخر عن أقل دول الجوار تطوراً، فيصل الطبيب إلى الاختصاص وهو يقارب 40، فلا يستفيد منه الوطن ولا هو يستفيد من سنوات عمره العملية الضائعة.